كتيرة جدا. طب انت هتجنني، بروسيا دورتموند بقى وتألق وتوهج بشكل غير عادي، والراجل حبك والدنيا جميلة وزي الفل، واخد دوري وجايب جوان ايه اللي حصل يعني؟ سبت ليه يعني؟ ما هو برضو لازم اتجنن يعني. سبت يعني انا والله بجد انا هتجنن. انا كان مش غلطة. بص يا كابتن، يعني انا بعترف ان لعيب الكورة هو بيلعب بيبقى يعني كتير بيبقى بيبص تحت رجليه مش لقدام. حلو ده. وفي نفس الوقت يا كابتن يعني هي الكرة قرارات. فلعيب الكرة دايما بياخد قرارات. القرارات دي بتبقى اوقات بتبقى كويسة وسليمة وبتبقى انت مبسوط وحياتك حلوة، واوقات بياخد قرارات بتغير اتجاه ومسار لعيب الكرة. صحيح. وانا يعني بعتبر ان قراري ان انا قرار اللي خدته ان انا انتقل من الدوري الالماني او اسيب الدوري الالماني او الدوريات الاوروبيه واروح العب في الدوري الاماراتي، طبعا مع احترامي لشعب الامارات ودوله الامارات وهم طبعا يعني يعني اخواتنا وانا بحب الامارات جدا جدا، بس هو كان القرار في التوقيت ما كانش التوقيت المناسب. انا كنت بلعب في الدوري الالماني، كنت في ماينز بطل الدوري، كنت انا في المانيا بطل دوري سوري في دورتموند بطل الدوري، ورحت ماينز انقذهم من الهبوط. فلما رحت ده كان ده الوقت اللي انت كلمتني فيه حضرتك، فاكر لما جبت 7 ماتشات سبع اهداف وكان في الجون اللي انا احتفلت فيه مع حادثه الشهداء. وحتى كلمتني قلت لي ازاي بس ما كانش لازم تحتفل، خلي بالك. فانا خلي ونصحتني وكلمتني، فده كان التوقيت اللي انا رجعت فيه ماينز، لعبت 7 ماتشات جبت 7 تجوان. مظبوط. والفرقه قعدت والفرقه فضلت في الدوري. وقتها بعديها بعد ما الموسم انتهى كان المفروض البلان بتاعي معاهم ان احنا لو فضلنا في الدوري هاخد عقد سنتين. هم قالوا لك سنه؟ هم قالوا لي سنه والسنه الثانيه اوبشن. وكان وقتها مين المدرب؟ توماس توخيل. توماس توخيل كان مدرب البي اس جي دلوقتي. نعم. وانا كنت وقتها اول ما رحت كنت انا هو الكيمياء جامده جدا جدا. حلو قوي. بس في الاخر الدنيا بدات ايه يبقى فيها شويه خلافات. حساسيه مش خلافات، لا ما كانش في مشاكل خالص، بس بدات احس ان انا كان في ديل متفقين مع الاداره عليه وانا نادي ماينز بيعشقني. سنتين قالوا لك سنه وسنه اوبشن، فانا حسيت بقى ان الموضوع بقى بيرسونال شويه. جات على كرامتك ساعتها. يعني بصراحه وبعد كده قلت لا خلاص انا هفضل بقى حر. وكده كده انا كنت متاكد واثق ان هيجي لي عروض كتير. وفعلا جالي بقى عروض كتيره جدا من زي الصين مثلا. جالي وقتها كنت وقتها 30 سنه فجالي بقى من الصين وجالي من حاجات كتير، لغايه اما فجاه لقيت عرض مكالمه الامارات. طبعا يعني هم كلموني كويس جدا. ما كانش يترفض العرض ده؟ ما كانش يترفض وقتها ماديا. طبعا ماديا ما كانش يترفض خالص، بس طبعا يعني كانت الدخله بقى يعني بغض النظر الدخله كانت ازاي، بس طبعا انا وقتها كمان انا كانت مشكلتي ان انا بحب الامارات. ولغايه النهارده انا بحب الامارات. بحب شعب الامارات وبحب الحياه فيها. فقلت هكسر الدنيا. فقلت انا كان فكري ان انا ما اروحش الامارات وانا عندي 35 سنه ورايح ابطل زي ما معظم اللعيبه اروح منور. انا كان نفسي اروح في عز ما انا عندي عطاء ان انا اعمل اسم هناك. فده كان فكري، ده كان قراري. نادم على تجربة الإمارات؟ قرار خطأ بنسبة 100%. ويمكن ان انا لو كنت رحت المكان الصح في الإمارات ما كانتش تبقى التجربة بالشكل ده. انا حاسس ان انا لما رحت المكان الخطأ. ما قدرتش اتعامل مع الإدارة هناك. انا رحت هناك عملوا لي كل حاجة بحلم بيها والله، ورحت على إدارة معينة. بعد ما رحت يا كابتن بتقريبا 3 شهور بالظبط بلعب ماتش بنياس ضد الوصل في استاد بنياس. وبلعب وكان شيكابالا بيلعب في الملعب. ولو حتى حضرتك اسال شيكابالا في يوم من الايام هيقول لك انا شيكابالا اللي شالني طلعني من الملعب بره. كنت انا وقتها رجلي طقت وكان هو قريب مني في الملعب قال لي ازاي انا سمعت رجلك. جالي غضروف. يعني اسهل يعني الغضروف ده ممكن في انا جالي الغضروف في المانيا في ماينز. رجعت الملعب بعد 3 اسابيع بالظبط. فاصابه عاديه بس الاصابه كبرت قوي معاهم ان هم ما اعترفوش بيها. وبعتوا لي قالوا لا انت رجلك ما فيش فيها حاجه. بدات العب على رجلي اكتر، بدات الاصابه تكبر اكتر، بدا الغضروف يقطع اكتر، الشرخ يزيد، وهم بيقولوا ان انا ما فيش حاجه وانا فاكر ان انا في ايد امينه. قعدت بقى الاصابه تزيد 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 لغايه اما في الاخر مش مقتنعين ان انا بمثل ان انا بتدلع. فجاه الموسم الكلام ده كان في تقريبا نوفمبر. في يناير في الانتقالات الجديده لقيتهم بيقولوا لي كابتن احنا هنجيب محترف جديد مكانك عشان اصابتك. وقاموا جايبين مين؟ ابو تريكه. واو. وابو تريكه كلمني وقتها وقال لي سالني على النادي. وهو كان ابو تريكه برضو يعني كان بنتكلم عادي جدا. وقال لي مش عايز ابقى انا جاي مكانك. قلت له لا انا عندي اصابه انا كده كده حتى لو انت ما جيتش انا اصابتي هتوقفني شويه. فلو انت ربنا كاتب لك الخير هناك. قلت له عشان تبقى فاهم النادي في الالتزام المادي وكل حاجه ناس كويسين. مش زي نادي الاهلي. الكره فاضيه خالص ما فيش جماهير خالص. الا في الماتشات الكبيره اللي هي برضو قليله مش كتيره.
فهمت الدنيا ماشيه ازاي. وجي ابو تريكا ولما جه قابلته مره او مرتين في النادي وبعد كده مفيش اي دخلت بقى انا عملت العمليه في ركبتي ورحت عملت فحوصات في المانيا ورحت لميلر فولفارت انت عارفه دكتور بايرن ميونخ ومنتخب المانيا واكد ان الاصابه بتاعتي قطع في الظروف كبير وكان المفروض يتعمل من زمان يعني جبت له بقى الاشعاعات من الاول لغايه الاخر. شايف ان دي التجربه الاصعب لم تحصل الاختيار الاصابه اثرت الجماهيريه مش الجمهور مش موجود زي ما بيحصل مثلا. لا وبعدين يا كابتن قعدتني سنتين لان كمان انا سنتين المشكله بتاعتي الاصابه الاول كانت غضروف طولت قوي عشان اتعالج واعمل عمليه وبعد ما اتعالجت هم كانوا اوريدي جابوا محترفين كاملين خلاص قعدوني بقى قالوا لي امشي انا طبعا لا انا جاي عشان عقد معين ارقام معينه. خدت عقدك بالكام؟ لا خدته في الاخر بعد عقدي بسنتين لما عملت بقى شكوى في الفيفا والفيفا انصفتني وهم ادوني مستحقاتي بقى كده في الاخر بس انا قعدت سنتين ما بلعبش واتمرن مع السكن تيم ملتزم بعقدي بس انا برضو الغلط التاني بقى اللي انا ارتكبته ان انا ما مشيتش. كان لازم تمشي كان المفروض ان انا اتنازل عن مستحقاتي وامشي عشان تلعب. الحمد لله انا لعبت في حياتي انا سافرت وانا عندي سافرت وانا عندي 17 سنه الكلام ده وانا عندي 31 سنه 32 سنه فانا كان ممكن. بس جميل انك بتعترف باخطائك وبتقول ان في اخطاء وحتى الناس ممكن يعني تستفيد من هذه التجربه. انا هروح لفاصل بس غصب عني هربط بين القصه دي ومش قصدي حاجه وبين رمضان صبحي لانه ما اعرفش يعني يعني جاوبني بعد الفاصل بعد اذن حضرتك. هل شايف انه ده واحد من الاحتفالات الجميله مع كلوب برضو حاجات الحلوه والله يا جماعه لقطات تحفه وعشان تعرفوا بس ان نجومنا كانوا منورينا ومشرفينا. هل القصه